السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي جديد في مطبخ إكرام العالمي. وصفتنا اليوم هتكون عبارة على فلان دو تورون، أي فلان باللوز اللي سبق لي عملته بحجم عائلي للمناسبات الأعراس. كنعملوه حنا بزاف في الشمال، واليوم عملته على شكل فردي وبعض التغييرات في المقادير. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هانتوما كتلاحظوا كيجي لذيذ بزاف وسهل التحضير وبدون فرن، وكيجي معلك وفيه نكهة اللوز أو نكهة التورون. بقوا معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير كما كتلاحظوا هنا، انا حاولت نخلي لكم المقادير باقه في البلاستيكات ديالها باش تعرفوا كيفاش كتكون وفين كتتباع، لان كنتلاقى بزاف التساؤلات كيقولوا لي مين كتشري هذه الحاجه. المهم هذا هو الدرون، يعني عباره على عجينه اللوز. اللي ما عندوش متوفر بامكانه يستعمل 200 غرام من اللوز يحمروه ويطحنوا مع شويه السكر. عندي هنايا جوج د الصوبريز كواخاده، فعدم توفر كواخاده هذه هي الكواخاده. فهاد الوصفه هذه بامكانكم تعوضوا كواخاده بفلان رويال او لا جوج فلان تشينو اللي بدرهم اللي كيتباع في المغرب. وعندي هنا 100 غرام سكر، وعندي 200 ملي من كريمه الخفق السائله ناتا بارامونتار ما يعادل واحد الكاس. وغنحتاج 500 مليلتر من الحليب ما يعادل نصف لتر الحليب، وكراميل ليكيدو اي كراميل سائل بامكانكم تستعملوه في البيت. باش كنعملو مثلا 100 غرام السكر وكنعملو شويه د الماء وكنخليوه حتى كيتحرق شويه، غنحتاج هاد الطويسات هادو اللي غنعمل فيهم هاد الفلان. كما قلت لكم غنعمل فلان على يعني اشكال فرديه، فسبق لي عملتو حجم عائلي. فهنا غنعبر الحليب، غنحتاج غير نص لتر فقط، غنعملو في واحد الكاسرونه، غنعمل كلشي بارد باش ما كان يحصلوش ديك التكتلات. ضفت هنايا السكر، وغنزيد عليهم الكريمه الخفق السائله اي ناتا بارامونتار. وبالنسبه الفلان اللي سبق لي عملت هاد الايامات، بزاف الناس كيسقسوني على كواخده ما كايناش في المغرب، فبامكانكم تعملوا مستحضر رايب في عوض كواخده. تقدروا تعملوا مستحضر رايب كتعطي نفس النتيجه وكتخلي الخليط ديالنا يعقد. فكواخده كتباغي مثلا في سبته وشمال المغرب، فاللي ما متوفرش عنده كما قلت لكم يعمل مستحضر رايب مثلا جوج المعالق منه ويقدر يعطيكم نفس النتيجه. وبالنسبه لي ما كيتوفرش عنده كواخده يقدر يعمل هاد فلان، هذا اللي كنوري لكم فلان رويال، كتستعملوا واحد يعني ماشي هذا، كتجيب كميه كبيره كيكون فيه الصبر كبير. وهذا الشيء ما كان عطيتكم تعويضات باش تقدروا تعملوا فلان ديالكم بالطرون. هذا هو الطرون، يعني عباره على عجينه اللوز. صراحة كيجي هذا الفلان لذيذ بزاف وسهل في التحضير وبدون فرن وبدون تعقدات. كما لاحظتوا كنعمل حليب سكر كواخده الدرون، وعنقوم بتحريك جميع المكونات مع بعضيتها بهذه الطريقه هذه. غنحرك غير بهذه الطريقه ومن بعد غنطحن كل شيء مزيان باش داك الدرون كيتطحن وما كيبقاش عندنا داك الحبوب الدرون في وسط الخليط. فكما كتلاحظوا غنطحن هذا الشيء مزيان، ومباشره غنعملو فوق النار بواسطه التحريك الدائم. ما تغفلوش عليها، لان داك الطرون كيهبط من قاعد الطنجره ولا القاعد الكاسرونه وكيتحرق وكيلصق. فكنبقاو نحركو حتى كنشوفو بان الخليط بدا كيعطينا واحد علين يغلي تقريبا. دابا نخلي الخليط فوق البوطه وانا كنحرك، وندوز نعمل معكم الكراميل في الكؤوس. فبالنسبه للكراميل هو هذا، انا استعملت كراميل جاهز كنعملو في هاد الطيسان هادو. بامكانكم تعملو طيسان حسب الذوق اللي عندكم توفر، اولا تقدروا تعملو حجم عائلي على شكل طولي اولا مدور، كيبقى الاختيار ليكم. انا في بما ان كنت وجدت بحجم عائلي فقلت لي مالا نعملو على اشكال فرديه اذا جاو عندكم الضيوف، كيعطي واحد تقديم راقي. صافي، ودابا ندوز معكم باش نشوفو الخليط فلان كيفاش نوى. فانتوما كتلاحظوا بدا كيغلي شويه من الجوانب، اللي كيتشوف كي بدا كيطلع ديك الفقاعات. صافي كنطفيو عليه، هانتوما كتلاحظوا هذا ما يدل ان
الفلان ديالنا جاهز، وكما قلت لكم ما تغفلوش عليه، بقاو كتحركوا دي بي سيكواندو، يعني ساعه ساعه بداو تحركوا باش ما كيلصقناش يدك فلان من تحت. دابا مباشره غنشبر الخليط ديالي، وهذا هو القوام اللي كنحصل ليه. كواخاده كتعطيه واحد، علاش كيسموها كواخاده؟ يعني كتعقدنا الخليط. غنبقى نكبو في كويسات بهذه الطريقه هذه. انا كنعمل هذه المعلقه هايده باش ديك الكراميل ملي كنزلو عليه الخليط السخن ما كيطلعناش، باش كيتوزع في جميع الطيسان ولا الكويسات اللي كنعملو فيه فلان. غنستمر بهذه العمليه حتى نعمر جميع الكؤوس او الطويسات اللي عندي. فكما قلت لكم فلان ساهل ماهل كيجينا بسرعه. هانتوما كتشوفوا الكميه اللي حصلت عليها، تقريبا واحد 10 حتى 11 د الطيسان وقيله. وغنعملهم يبردوا في درجه حراره الغرفه، ومن بعد غندخلهم الثلاجه واحد 3 4 ساعات، وكيعقد وكيعطينا هذه النتيجه هذه رائعه جدا. فهو دغيا كيتماسك، بما ان دابا حنا البروده عندنا ما حتىش تخليوه ليله كامله، مجرد 3 ساعات كيكون صافي تماسكنا، كيعطينا واحد القوام كريمي بان فيه ديك الكريمه وفيه الطرون كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تجربوه وتردوا عليا الخبر. الى اللقاء مع وصفات جديده ان شاء الله.